مرحبا بنات، شلونكن؟ طبعا انطلب من عندي هذا الخياط، الخياطته الملوكه، انطلب من عندي مره ثانيه اريد اخيط هذا بالمسطره والدقم. راح بس اقول لك كم تفاصيل الفصال وما اخيطه وياكم لانه خيط كلش هواي. بنات القياس فتر، قياس المتن فتر، ما لكم غرض بهذا، هذا ما عليكم به، هاي مسطرة راح يصير، هاي مسطرة راح يصير. نجي لهنا بنات، الطول مالته 35 مثل ما تشوفون، 35 مالت الفستان صدر، والحفرة مالت الأبط شفر وأسفل، ودوران الصدر بنات والخصر نفس الشيء لهنا، فما يصير لهنا وتنتهي حفرة الأبط، لا انطيته صبعين زيادة على مود تصير الميلان هذا. راح اسوي هم اقصنه ويصير من هنا كشكش بالبدن، يعني تكسيرات، وراح اشتغل ربع عردان من عند هذا القماش، والباقي راح اخليه طول. بنات الطول 107، الطول 96، راح احط 4 سنتيم على مود شنو القصه هاي، راح ناخذ من هنا اصبع ومن هنا اصبع فيقل الطول مالته. والتور بنات جايبته هذا التور ابو الورد، طبعا هي بنات اثنين نفس التوم، سبحان الله كلش بنات من الاشهر، واثنين هي نفس الخصال. بنات هذا التور، هذا تريد من عنده بالردان، حلو تريد من عنده بالردان، وتريد باطراف البدلة، يعني باطراف الفستان البدلة بالاطراف، شلون سويت الملوكة كلش، بس ريده هي ردان باف نفخ كلش نفس ما الملوكة، هم مسطرة ودقام والردان يعني، بس الردان اختلاف فيها، وتريد البدن هن بالاطراف بيتو. هاي مترتين ونص كشمير ابو الدمع يسمونه، كلش حلو، حتى من غسلته ابد ولا وقع من عنده صبغ، ومو مثل الكشمير التركي ذب صبغ كلش هواي، هذا لا ما ذب هواي صبغ، اصلا ما ذب صبغ،